أهلا بكم. حدث انتقال الموميات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة، ده فيديو بتاع النهاردة وأهم الكلمات اللي لازم نكون عارفينها في حدث عالمي زي ده. أنا عفاف عادل ودي قناتي فرنساوي على الرايق، تابعوني. أهلا بكم مرة تانية. La parade royale، الموكب الملكي، ممكن نقول عليه كمان le défilé des pharaons، موكب الموميات. تمام، طيب موكب بنسميه la parade، بنسميه le défilé، بنسميه كمان le cortège. يبقى ثلاث كلمات دي معناها واحد بتقال على الموكب. تمام، pharaon يعني فرعنة، مومي يعني موميات. ايه كمان لازم نعرفه في حدث زي ده؟ لو ميوزي ناسيونال، المتحف المصري، او لو ميوزي ايجيبسيان. الموميات رايحه فين النهارده؟ رايحه للميوزي، رايحه للميوزي ناسيونال دو لا سيفيليزاسيون ايجيبسيان. تمام، دي كانت اهم كلمات الحدث العالمي بتاع النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا بالكلمات اللي الحدث اللي العالم كله شغال بيها النهارده، انا عايزه سبسكريبشن وعايزه لايك. ومرسي جدا ليكو، اي على بروشين.